هذا فيروس جديد كاين في بريطانيا دخل المغرب. واش غنقولك اخويا، نتمنوا السلامه عاوتاني، راه مبغيناش نرجعوا للايام ديال الحجر الصحي. هادشي اللي بان لينا اخويا. انا اللي سمعت انه نفس تقريبا الاعراض اللي كانت في كورونا، السخانه، الرواح، ما كيبقاش الشم، وهذا يعني تيبان ليا هو نيت غير هو وقع بدلوا ليه السميه. هي الوقايه لابد منها، ولا مكتب الله شي حاجه راه هي اللي كتكون. هو الانسان بعدا ضروري الوقايه، ضروري يحمي راسو، ضروري يتبع التغذيه الصحيه ديالو، لان حتى هي عندها واحد الدور كبير باش كتزيد تطور المناعه ديال الواحد، باش لا قدر الله كيتصاب بالفيروس ما غاديش المناعه بعدا كتساعدو باش يحارب. اما الا المناعه كانت عنده ضعيفه راه كيقضي عليه. ما نظنش اني غادي نمشي، لان انا اللقاح سبق لي، درت اللقاح الاول اللقاح الثاني، ولكن بعد وليت كنحس بشي اعراض اللي هي ماشي هي هذيك. ما نكذبش عليك، ما نقدرش نزعم على هذه القضيه اللقاح. ولكن بالنسبه للناس شنقول لك، كل واحد والراي ديالو. كاين اللي جامع هذا اللقاح وراه هو كيديرو، كل واحد وشنو كاين. اسمعنا على المتحول الجديد ديال كوفيد 19 في هذه الايام الاخيره. بون طلعت عليه انايا في وسائل التواصل الاجتماعي، بون قريت بعض المعلومات، شفت بعض الاعراض، ولكن الاكثريه ديال الناس اللي تنسول الاصدقاء وداك الشيء فتيجهلوا هذه القضيه هذه. يمكن واش الناس ما بغاوش يديروا بالهم عاوتاني في هذه المساله، لان خايفين من عاوتاني هذوك وسائل ديال اغلاق ودي عاوتاني الكمامات اكسيتيرا من هنايا، او ان الناس باقا دايره كونجي الان، باقي ما في خبرها والو. دونك تقريبا المعلومات اللي عندي بصفه عامه هي هذه. ما عرفش عليه بزاف، اللي سمعت انه عاوتاني انطلق من الصين، ودابا قال لكم انتشر في الصين وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي لاكروند بريطانيا. يعني هادو هما الدول. بعض الاخبار سمعت بان 55 دوله هي اللي دابا الان عرفت هذا المتحول الجديد. المغرب ما كاين حتى شي حاله، تنتمنى ان الامور تكون مزيانه. انا شنقول لك اخي، فيما يسخ اللقاحات اخي مزيان، انا ما معترضش على المساله هذه، ولكن اللي شفت انايا في وزاره الصحه ما بقاش عطات ذاك الاهتمام ديال ان المواطن يكمل اللقاح ديالو. المساله ولات بالنسبه لي عاديه. دونك الا كان هذا واجب فالانسان يمشي يدير اللقاح ديالو على حساب القناعات ديالو. يعني خصني ندير الاحتياطات ديالي العاديه. المساله هذيك راه باينه، النظافه، راه حنا اصلا تنقولوا النظافه من الايمان. دونك انا الانسان يدير احتياطات كل شيء وهادي، و تيبان لي انا شنو نقدر ندير بعدا. انا شخصيا فيما يخص اللقاح ما تنظنش ندير شي لقاح، لان من بعد قرينا وعرفنا شي حويجات، لان حنا بصفه عامه اي لقاح خصو مده ديال 5 سنوات باش يكون فالابل.